حالة من عدم الاستقرار الجوي متوقع أن تبدأ بتأثيرها على أجزاء من المملكة اعتبارا من بداية الأسبوع القادم، تفاصيلها بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة لكن باردة، واستمرت درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، كما تشكل الصقيع في أجزاء من المنطقة الشمالية من المملكة. لكن اعتبارا من يوم الاثنين بإذن الله تبدأ المملكة تتأثر بأحوال جوية غير مستقرة في المنطقة الشمالية تحديدا. نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار اعتبارا من يوم السبت وخلال اليومين القادمين أو خلال بداية الأسبوع القادم. يوم السبت تبقى الأجواء مستقرة في عموم المناطق باستثناء الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة، حيث تبقى الفرصة واردة لهطول زخات من الأمطار. لكن اعتبارا من يوم الأحد تحديدا من ليلة الأحد على الاثنين تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شرق البحر الأبيض المتوسط، تعمل على حدوث أجواء غير مستقرة تبدأ من شمال البحر الأحمر وتشمل كل من تبوك، خليج العقبة وأيضا شمال البحر الأحمر، وتنتقل تدريجيا نحو منطقة الجوف، كما تصبح الأجواء أيضا غير مستقرة في وسط البحر الأحمر هذه المرة، تشمل كل من ينبع رابغ وأيضا مدينة جدة اعتبارا من يوم الاثنين. كما تشتد هذه الحالة من عدم الاستقرار تدريجيا خلال منتصف الأسبوع القادم. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 8 درجات مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 7 درجات، الرطوبة حوالي 50% والرياح تكون شمالية معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة 20 إلى 10 درجات مئوية، تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام خلال الأيام القليلة القادمة، ترتفع يوم السبت تسجل 22 إلى 11 وترتفع يوم الأحد لتسجل 24 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 12 درجة مئوية مع أجواء مشمسة. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الجمعة نبدأها من المنطقة الشمالية، تبوك 22 إلى 8، سكاكا 20 إلى 9 وعرار 19 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 26 إلى 16، جدة 30 إلى 22، فرصة لزخات من الأمطار في مكة المكرمة 28 إلى 20 والطائف 19 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في كل من أبها والباحة، أما جازان أجواء غائمة جزئيا مع 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام 19 إلى 12، حفر الباطن 17 إلى 9 والإحساء 18 إلى 10 درجات مئوية. نختم نشرتنا بالتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، نبدأها بالعاصمة الرياض 20 إلى 10، بريدة 18 إلى 9 وحائل 20 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، نهاية أسبوع سعيدة نتمنى للجميع وللقاء.